ما هي الأمور التي يمكن للمرأة أن تحييها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السنن كثيرة ما شاء الله، لكن عليها بالمحافظة على الفرائض، وعليها بالمحافظة أيضا على النوافل والرواتب التي بعد الفرائض، وعليها بالتمسك بالحجاب والحياء والحشمة، وعليها في طاعة، عليها بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا علمت أو سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء فإنها تعمل به حسب استطاعتها، وإذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن شيء فإنها تتجنبه وتحذر منه. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. مع محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أشد من محبة النفس والوالدين والأولاد والناس أجمعين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، عليه الصلاة والسلام.